هذه معروفة بعدها جديد، ولكن إن شاء الله يعني نستانس حتى لو في البر، نتوفق إن شاء الله يعني بصيد ولقطات حلوة إن شاء الله. الله يسهل الأمر إن شاء الله يوفقنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله الحمد، وصلنا مكان التخييم، وهذه من أماكن جديدة أول مرة أجيها أجرب فيها الحداق، ويعني الليلة بقعد حدق باكر، إذا يعني شجع قاعدنا، ما يشجع نروح نغير. أنا عندي فكرة أغير يعني بعض الأماكن، شيء جديد وشيء يعني ما جيته من زمان، وإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أنه إن شاء الله يوفقنا بإذن الله في صيد طيب وناسه إن شاء الله بإذن الله. يعني يكفي هالمناظر الحلوة هذه، منظر الماء يعني يشرح الصدر لو أن الجو بارد. اسمع عليه الله يوفقنا إن شاء الله بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نزلت السنارات وأبي أجرب أشوف الليلة شلون الوضع، شجع ما يشجع، يعني ناخذ فكرة ونتعود على المكان ونعرفه إذا في شيرة ولا في شيء ولا هذا، يعني عشان بكرة نكون الواحد عدك يعني فاهم المكان عدل. إن شاء الله نسأل الله التوفيق إن شاء الله.
الله الرحمن الرحيم. قاعد احدق، جربت احدق، يعني حدقت على السيف تحت فوق، ولكن ما في شيء. ربيان يعني قليل اللي ينوك، يرد اغلبها. نبره واحده بس شفتها، و دبر يعني عشان دبر، جو بارد. والحين هبه جماليه، الحين هبه جماليه، برد، ماني قادر اقعد. سناميري، وان شاء الله انت رجع يكون الحداق نهار افضل باذن الله. ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اليوم الثاني، والحقيقة البارح كان برد شديد جدا شديد، يعني اللي طاحت يعني ثلج طاح الجهرة وصوب المطلع، يعني فعلا كانت البارح باردة. يعني النوم ما نمت عدل بسبب البرد، اضطريت اشغل الدفاية. يعني العادة انا ما اشغل الدفاية وانا نايم، لكن اضطريت اني اشغلها، ولكن يعني فعلا كأني رايح سيبيريا شدة البرد، فيعني ما يشجع الجو. نبي نشوف اليوم شوية، نجرب ويمكن نرجع لمكاننا القديم. على الاقل يعني ما امشي، احط سنارات واقعد داخل كرفان، وهذه الرحلات. لكن السنة هذه كان البرد صحيح، الله إن شاء الله يلطف إن شاء الله. هذه السنارة قاطها صار لها ساعة ونص على عربيان وعلى حطته، يعني هذا يبين انه ما في سمكة، حتى نويتف ما في ولا نويتش. وهذا بفعل البرد، شدة البرد والهواء. اليوم في هواء يحكي الحيل، يعني سرعته 50 تقريبا. المكان هذا جربناه، ما الله كتب فيه نصيب، نروح نغير ان شاء الله، نشوف لنا مكان ثاني او مكاننا اللي متعودين عليه ان شاء الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمكان هذا خلصنا منه، شلنا اغراضنا، بنروح نشوف الله ان شاء الله يوفقنا مكان زين، ولا ردينا على المكان القديم اللي حلنا. الحقيقة يعني صادفت هذه الرحلة البرودة الشديدة والهواء الشمال هذا قوي. يعني صحيح أنا كنت بترجي الشحن بالبرد، لكن مو هذا البرد، البرد هذا حتى الشحن ما يجي، برد شديد اللي حتى لا نويتف ولا نويتش ولا أي شيء. لكن التجول زين، تغيير الجو زين، الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. بالله الحمد، ركبنا كاميرا خلفية تساعدنا بالقري. الحقيقة ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، يعني الكاميرا فعلا مساعدة، تساعد خاصة السيارة كبيرة انك ترجع وانت يعني شايف شو اللي وراك. الله يبارك فيه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا مكاننا المعتاد، نريح فيه سانيرك قريبة ولا تتحب ولا هذا، واللي الله سبحانه قاسم لك نصيب يبيجيك. كم مرة حصلت راح ندور أماكن ثانية ومنها ما نصيد، نرجع المكان مرة ثانية ونصيد، فعلا الواحد ما يدري وين الصيد، رازق الله سبحانه.
بس ما في يعني للأسف ما في اهتمام ولا شغال زبالة كلها سنة ولا حجالها ولا لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يسهل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله استقرينا مكاننا مثل ما تشوفون هواء، لكن السنانير قريبة ما تعب. الحقيقة اليوم بذلنا جهد وطاقة ونحتاج شوي لسعرات حرارية وطاقة، والحقيقة في شغلة حلوة اللي هي العلب هذه أحسن ما طلع من العلب، اللي هي خاصة للميكروويف، يعني تسخن أكلك للميكروويف ما تخاف يعني من التفاعل، يعني بلاستيك أو شيء، هذه مخصصة. ففعلا ريحتنا انك تجيب اكلك جاهز مثلج وتسخنه وتاكله بامان ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بنشوف السرانير قاطينهم من ساعتين تقريبا، أخف من أمس واللي قبله، والتوقعات من الأيام الجاية راح تكون يعني الهواء خفيف، فننطر على الأيام هذه إن شاء الله يعني ممكن تحسن الجو وتحسن إذا في صيد. حتى الآن ماكو شيء يعني طول الهيمة وساعات تنوكل، وأكثر ما ضايقنا عشان هواء الشيرات، الخيط يمشي ويشير وينقطع، فهذه إن شاء الله ما تروح إلا إذا خف الهواء إن شاء الله بإذن الله. اليوم أنا قطيت كذي يعني ما يصير قاعد ما قط النار، أقط لعله وعسى والله كريم إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للشباب اللي توهم بادين يحدقون بالسنارات ان ينتبهون الشغلة يمكن ما يشوفونها وتأثر في الحداق على الخيط، يعني بعضهم يمكن يشوف الخيط يطلع كنا من صوف او شغلة ينحك او انه ينقص، فهذه احيانا تصير من الحلقات. شوف الحلقة هذه حلقة زجاج، الحلقة الزجاجية تنكسر، هذه الحين مكسورة، فإذا انكسرت تصير مثل السكين حادة، فلما يمشي على هالخيط شيء أكيد إنه يتشمخ وبالتالي ينقص. فينتبهون للحلقات دائما، إذا شافوا إن خيط ينقص عادي هالشكل ويعني يقدرون يبدلونها. هذه حبيت ما أقوله، إن شاء الله تستفيدون منها. بسم الله الرحمن الرحيم. ما دام ما في صيد والجو بارد نشغل نفسنا بأي شيء. اليوم راح نسوي لنا عشاء حميسة بزالية، بصل مع المعجون مع البزالية، أكلة لذيذة. لكن شلون نسويها؟ راح نسويها بالميكروويف. طبخه راح يكون كامل بالميكروويف ان شاء الله تشوفونه. الحين خلطنا المكونات ونبي نحطه بالميكروويف عشان يتجانس شوي ويخلط. بسم الله الرحمن الرحيم. وخلص عشان هذه البزالية شلون صارت. شغلات بسم الله الرحمن الرحيم. هسه النار قاطعه تقريبا من اكثر من 3 ساعات قاطعه، اليم كله على حطته، يعني الرحله هذه ناشفه، لكن الحمد لله. يعني المهم كسرنا الروتين والاشياء هذه، احنا بنضطر يوم يومين نشوف مع تعديل الجو اذا في شيء يسوى. كملنا رحلتنا، ما في يعني الجو على حطته وما في صيد، نكون هنا خلاص ان شاء الله نرجع بيصير طلعة ثانية ان شاء الله. الحمد لله. والكل يشكي
انه ما في صيد. يعني اليوم انا كثير من المتابعين يعني نفس الوضع، حتى بالسعوديه يكلمون يقولون الجو بارد، يعني ما في شيء، يعني ما في سمكه بينه. يعني حتى هني في القيران والزور شباب يقول روح نقط، وهذا ما في شيء. وهذا والعلم عند الله، سببها ان هالسنه جانا برد يعني فوق المعدل. يعني اول مره ان الجهره ينزل عليها ثلج. صحيح ان الشحم خاصه الازرق يعني مصيده في البرد وقت البرد، لكن مو هذا البرد اللي يعني كان فوق المعتاد، برد شديد شديد صقيح وثلوج نازله. فهذا طبعا ما في شك انه اثر على السمكه ما تجي او تقرب الاسياف، تروح كلها غزر دور الدفاع. ممكن اذا انكسرت حده البرد شوي ممكن يعيد شوي الصيد يعني مره ثانيه، والحمد لله. لكن احنا يعني ما نصبر، لازم نطلع بحر، في صيد ولا ما في صيد، المهم نطلع نغير جو ونستانس ونكسر روتين يعني القعده وهذا. ويعني انا لما اجي هني اقط سناره اتحرك شوي وكذا، خاصه اللي بيسنه في فائده، هذه اكبر فائده الحركه. لكن ان شاء الله دائما ترجى الخير باذن الله. ان شاء الله الحين نطوي راح نريح حقيقه اسبوعه، صدق اليوم زين ما في هواء، بس اسبوع صعب الواحد يقعد. الحمد لله على كل حال. بسم الله الرحمن الرحيم، غيرنا مكاننا، نبي نجرب هذا المكان. الحقيقة يعني ما في أي شيء، نقول هني يمكن يصير لنا نصيب، والحمد لله احنا قاعد نتنقل نغير جو والحمد لله. الله إن شاء الله يبارك لنا في هذا المحل إن شاء الله. الجلسة وهذه السنارة قطيناها، يعني الوضع ما يشجع احط انزل سنارتين او ثلاث، فكافي واحدة. اذا في نصيب في جينا ان شاء الله. الله كريم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصال الحبيب ابو عبد الله وقاعد يجهز عدته، كرسي سرانير، ان شاء الله الله يوفقنا جميعا. صار لي مدة ما شفته، واليوم جاء يعني يونس ان شاء الله جيده وقعدته ويانا. يا حي الله ابو عبد الله، هذا والله الساعة المباركة، زمان ما شفناك. عساك بخير، طيب ان شاء الله. الحمد لله بخير. شلونك صحتك طيب؟ الله يسلمك ان شاء الله. والله خوش مكان. لا حلو. تقدر تحدد حتى فوق. اي. انا مرة حدد فوق. اي. هناك. هاي صاعدة السيارة. هي بجيبها لك. عقل الكرفان تشوفه يعني. زين حتى عدل هو يشجع، بس سمكه ماكو. الظاهر ما ادري. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا المكان كذلك ما في شيء. من اليوم قاطين الربيان، والربيان على حطته. والحين نبي نشيل يعني هذا عبد الله يشيل اغراضه. نبي نروح يعني بالنسبة لي راح يكون آخر مكان نجربه، وإذا ما في شيء صار هواء خلاص انتهت الرحلة. يعني الأجواء هذه الأيام يعني ما تساعد على الحداك، والسمك نادر، ويصير إن شاء الله في أوقات تكون أحسن نطلع ونستانس في رحلتنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، ولله الحمد. حشوة إني شفت القزوز مال مكينة الكهرباء طايح، يعني لو ماشي عليه كان خرب عليه الدنيا.
والحين راح نربطه ان شاء الله مؤقت لما نسويه ان شاء الله. الرحمن الرحيم ولله الحمد ربطناه ان شاء الله احسن من اول. كل هذا من تسهيل الله سبحانه. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا مكاننا الاخير هذا، وهذا المكان هو خور مفتح، يعني لنا ذكريات فيه، يعني سنين طويلة احنا نحدق فيه قبل لا تطلع كل هالبيوت هذه. ما كان فيه، كان بر وصبخة، ويا الله يعني بندوع دروب بين الصبخ لما نوصل. والحقيقة يعني في صيد طيب، حتى كنا داخل الكرفان جنب المي، لكن الإجالة وهذا حطوا الصبات يعني، والسبة بعض الشباب والبقيات والسوالف يعني خربوا علينا. لكن هذا مكان كنا نستانس فيه ونحدق فيه ونطلع صيد فيه طيب. وهذاك منتزه الخيران والمارينا وخور معروف المفتح، خور كبير تتفرع منه اللي المشروع الجديد هذه الخواريل. احنا اليوم جايين بنقعد نحدق فيه شوي. والله كريم هذا ابو عبد الله قاط سنارته، وانا ان شاء الله بقط سناره. والله كريم. لابس جاكيتين يعني حق البرد شوي، لا خفت الشمس طبعا، شيء اكيد ان الهواء والبراد راح ياثر علينا، لكن يكفي الاجواء والقاعده ومنظر الخور، يعني مناظر طبيعيه حلوه ان شاء الله. لو ان احنا الصيد متوقع يعني ضيف، لكن يكفينا نحرك دمنا في الحذفة والمشي شوية، هذا كله في فايدة لنا. الله يوفق إن شاء الله. أبو عبد الله ما بين نابر؟ ماكو شيء، الله كريم. هذا أبو عبد الله أول نابر نشوفه في الرحلة، مساع نابر على الستارة هذه، يا ماكلينا يا في شيء. سمكة صغيرة جوا شغلة، لأنه طول هو ينبر. صايدة أنا نبرتها بساع كنا شعوم صغار جوا. زين بالمبارك بالمبارك طلعنا سمكه ما شاء الله. يلا ما دام هذه فيه هني سمكه ناصر ثنتين شوف حلالي. ها اي والله بالمبارك، يعني هذه اخرتها. استانس حلال مكوه تستانس، ماكو شيء. الله ان شاء الله يجيب لك الاحسن ان شاء الله. ما شاء الله وردهم بحر. هذولا شباب ما شاء الله مسوين قاعدة حداقة، وجاني واحد منهم سلم جزاه الله خير متابعينك، وهذا وناس يعني الواحد يستانس يشوف ناس محترمة وطيبة مثل الشباب وشرواهم جم يسلمون عليك، فهذا شيء طيب لله الحمد. جولة معنا بالكاميرا، هذا خور مفتح من أجمل الخيران قبل، وفي خور ثاني اللي هو الخور العمي، هذا يكون الجهة الثانية شمال، لكن خور صغير جدا يعني مو مثل مفتح ما شاء الله، يعني كأنه نهر. وهذا اللي تفرع منه خوارير الخيران، هذاك المنتزه اللي ذيك المرة حجزنا فيه، وهذيك شو يسمونه خفر السواحل. الله ان شاء الله يسهل وتمم. نبي نجرب ان شاء الله اليوم، بكره ان شاء الله نجربه، ماكو خلاص قدر الله ما شاء بعد.
ما شاء الله تبارك الرحمن. اليوم ما شاء الله انت منسنا. يعني لسه بخير، الدنيا لسه بخير، لا الحين فيها خير مع الظروف هذه. الحمد لله. هذا متطرف كلش. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأجواء بالليل أجواء باردة، ما في حركة، والخور كذلك هادي. قدامي أرواق، أرواق هذا الشباب اليوم جايين حدقون، واعتقد انهم من اهل الشام يعني. وحنا هاد يوم نزلنا صرنا جنبهم قاعدين نرتب شغلنا، ما الا في واحد منهم جاي، قلنا يمكن يبي شيء او كذا. يوم جاء كان يقول لي ابو ناصر، قلت نعم، قال انا من متابعينك وهذا، فحييته ونتشرف فيك ومن الكلام. الحقيقه يعني هذا الواحد اللي كسب الناس يعني الطيبة المحترمة، يعني لما يشوفونك يسلمون عليك واللي يدعي لك بالخير، فهذه هي
هذه الغنيمة على الكشف الصحيح، محبة الناس. والله يديم علينا إن شاء الله وعلى كل مسلم إن شاء الله. وهذه مواقف مثل ما تشوفون، هذه مواقف المسنة قدام هذيك، وهذه أهل الطراريد بعضهم اللي قراقير واللي يعني حداقة واللي يعني ما عنده مرسى ولا هذا ما لله يحطه هني. بس أنا لاحظ أن بعض الطراريد يعني قديمة مهملة، يعني بعض الناس يمكن يترك شغله ويمشي، ويعني الواحد يا يهتم ولا يصرف اللي عنده أحسن. لكن أجواء حلوة جدا ممتعة. قدامي هناك بعد كرفانات، كلها كرفانات، يعني بعضهم قاعدين، مع ان انا سمعت انه في منع، يعني ان الكرفان يعني يقعد اللي عنده كرفان يجيب له خلص رحلته يرجع، لكن في بعضهم لا يستحلون الاماكن، يعني لدرجة انا شفت هناك حاطين خيمة ويعني كشتة كاملة مع كرفانهم. الله يهنيهم، بس الشيء اللي يخالف القانون يعني مو محبوب طبعا. يعني أجواء اللي لابس عدل تشجع أنه يتمشى شوية، يحرك رجوله. هذا ما أنسى اللي مرة، هذا كنت جايب الكرفان القديم، وقبل أنام قطعت لي سنارة فيها سيم مسيم على أساس أنه يعني ممكن بالو اللي يضرب عليها ولا شيء، وفعلا قطيتها. بس كنت اركب السناره على الكرفان، يعني خليتها مايله عشان الطراريد ما تحوش الخيط. وسبحان الله بعد ما قمت الصبح ويعني صليت وقلت خلنا نروح اشوف السناره، يوم جيت ولا الخيط كنا شوي مرتخي، يوم سحبته ولا اليلبط هناك نص الخور ولا صبيطي. والله الحمد لله، لكنه كان دايخ طول الليل، يعني مو قادر يفتل ومسيم، لكن لله الحمد سحبته لين جا السيف وطلعته. هذا من الذكريات الحلوة اللي يعني مرت علي في هالمكان. نرجع الحين لبن صبان زي المكين عشان قد لباكر. والله كريم، احنا ما عندنا لباكر، مجرد ان احنا نبي نجرب الرشة نشوف حداقها، اذا يسوى كان بها، ما يسوى نقول الحمد لله استانسنا وتجولنا وغيرنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. كان المفروض اني اليوم احدق مثل ما امس رتبت اجرب الرشة، لكن طلع في هواء اليوم، هواء كوس وبارد،
وهذا يعني ما يريح الحداك لما يكون في هواء بالوجه يعني حتى بالخيوط والحذف. وعموما يعني الوضع الصيد ما يشجع يعني. فالحمد لله يعني احنا تمتعنا في هذه الرحلة، الحداق جزء من الرحلة، في أجزاء ثانية الواحد يستمتع فيها اللي هي التنقل وتغيير الجو وكسر الروتين الملل، والحمد لله استأنسنا. ونتمنى إن شاء الله يعني في رحلة ثانية أن تكون الظروف أفضل ونستأنس فيها أو يكون فيها صيد إن شاء الله. ونقول الحمد لله دائما في كل الأحوال، وإن شاء الله أن نتلاقى على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.